مرحبا، أنا الدكتور بشار إسماعيل مشعل، استشاري جراحة العظام والمفاصل، حاصل على الزمالة الكندية في جراحة تبديل مفاصل الركبة والورك بالمستشفى الجامعي تورنتو وسترن هوسبيتال جامعة تورنتو كندا. نقوم هنا في الأردن بعمليات جراحة تبديل مفاصل الركبة والورك، نستخدم أحدث التقنيات الجراحية، كما نقوم باستخدام أفضل المفاصل عالمياً من حيث جودة التصنيع والتصميم. نحرص هنا في العيادة على تقديم أفضل الخدمات الطبية لعلاج الحالات الأكثر تعقيداً وأيضاً الحالات الروتينية، كما إني أقوم أيضاً في جراحة الإصابات الرياضية والمناظير، خاصة الرباط الصليبي الأمامي. نتمنى للجميع دائماً السلامة، ونراكم إن شاء الله بالخير.